هاي هاي ورحمة هاي. الله وبركاته وحياة الله يا أنسي. هلأ كان الأستاذ بسيرتك عم يقلي إنه مشتاق لك كثير. وحياة الله أنا مشتاقت له أكثر. أنا رح نقعد هنيك أستاذ أنت ما قلت لي قبل ما تجي. حاضر حاضر. شو مهضوم شو الأخبار؟ مشتاقة وفي قلبي لوعة. تعال تعال قرب شوي. لا منيح هون. تعال لجنبي عم قلك قرب شوي، في موضوع بدي احكيه معك. تعال. وبلكي اجى هذا يويو. بده يجي بس مو هلا. تعال. يا يعني هو بده يجي؟ بده يجي بس هلا انا زحلقته على السوق وبعته يحجز لي. اهلا استمو ايديك. شكرا. شو بقى قصي؟ بعته يحجز لي محل الماي فاشن كله كله كله؟ ولك كله كله كله. ايه بس طب يعني ليش لا يحجز لك يا كله؟ خدي اللي بدك اياه واشتري. ولو قصي رشو بدها تلبس اغلى شيء بالبلد واحلى شيء، لانه بطلة المسلسلات لازم تكون دايما مميزة. شو هالحكي؟ على الحالة في شغل منيح السنة. طبعا شغل انا وانت سوا. ما فهمت عليكي. من مسلسلاتك وانا اشتريتهم، كم مسلسل عندك؟ عندي واحد وعندي واحد تاني واصل للحلقه 18. كمله وانا اشتريت العملين. العملين سوا؟ يا سيدي واذا بيكونوا اربع اعمال باخذهم. اساسا انا كثير مبسوطه وعندي ثقه فيك وبكتاباتك، اكيد رح يكونوا حلوين مثل صاحبهم. طيب وانت عندك قدره انك تدفعي حقهم؟ ولو وكاش كمان وحياتك. لا ومو بس هيك، والرقم اللي انت بتحطه. ودخلك هذا يويو هو اللي بده يدفع حقهم؟ لا حبيبي لا، شو اليويو ما يويو؟ دخيلك، ولك هذا اليويو انا تاركته بس للاجراءات القانونيه. ولو قصدك للاحتيال على الاجراءات القانونيه. ولو بزعل منك ها؟ لك لا شو تزعلي مني؟ معقول تزعلي مني؟ هدول نصين معقول زعلي؟ اجت اربع وطوفه. شو صار معكو؟ اتفقتوا ولا لا؟ حبيبي يويو، اخي قصي مستحيل يرفض لي طلب. ولو راح لا يرفض لك طلب. انا اللي بتدخل ساعتها. لا شو بتدخل؟ نشرب قهوه؟ قهوه. يلا حاضر لو لك عود انت. لو سمحت روحي. بدي اقول لك شغله. ابي بيقول بتعرفي روحي انا ما بحب كذب عليكي يعني، وناوي يكون معك صريح وواضح. رجعت رشا ما؟ شو عرفت؟ يعني رجعت؟ ايه رجعت هي وهذا اليويو تبعها. شو بدها؟ بني الراي بني الراي صارت تعرف طبيعة شغل جوزها. شو بدها؟ بيبي بدها تشتري مسلسلات. لا تقلي انه رشا بدها تشتري اعمالك. هي واليويو تبعها وشبه يعني اتفقنا. وقديه طلبت منها حق النص؟ الحقيقة ما طلبت منها شيء، قلت بشاورك، يعني نتشاور أنا وياكي بنشوف قديش بدنا نحط حق النص. 10 مليون. شو؟ مثل ما سمعت، 10 مليون، يعني على النصين 20 مليون، وتوقيع العقود هون، عنا بالبيت. عم تمزحي ما؟ لا حبيبي، بموضوع رشا بالذات ما في مزح بيناتنا. لك يا عمري بس مستحيل تقبل. شو هو المطلوب؟ شغلة نكد يعني، نكاية. إذا ما بدك تتجوز بنتك علي نقدها. حبيبي بدي اشرب كابتشينو، أعمل لك معي؟ هي المنيحة بدها سؤال؟ بكرة معينا. وبعدين؟ شو وين المدى؟ يلا دقيقتين وبتكون هون. رح بلش ضوجة. نص ساعة صرنا قاعدين يا زلمة أنت بتقلي دقيقتين وثانيتين. يلا حقوم نشوف. صار معي؟ استوى؟ معلش انا اصلا هيك عم بعمل، بدي زل لهي رشا. منك ايد عمنا العظيم. خلصينا رح اقوم اقتله العاد. ماشي الحال، اعطيتها امر. ما شاء الله عليك. شو؟ ما شاء الله عليك. شو قصاي؟ بعد الرولا على موقفها؟ هي مو قصة موقفها. معلش شو؟
أنا اللي بحكي بالقصة. على 20 مليون أغلي، شو شايفيننا خواليف؟ بونسوار. أهلين. أهلين بسك الكل. أنا رولا. وأنا يامين. بدلعوني يولو. اشتقت لك. أهلين أهلين يا رولا يا حبيبتي يا أختي، وأنا اشتقت لك أكثر أكثر. أهلين. تفضلوا أهلا وسهلا. عدو عدو. ايه سيد يويو، خلينا نحكي بالعقود، بعرف وقتك ثمين. لا ما عندي شي اليوم، سهرتنا صباحية. شو بك حبيبي شو بك؟ احنا جايين نحكي بالأجر اليوم، شو بك؟ أجر مين؟ لك شو أجر مين وإيد مين؟ أجر بفتح الألف، بالمصاري عم نحكي، بالمصاري. خلينا نشوف مدام رولا شو بتقول. 20 مليون. مستحيل مستحيل، المبلغ خرافي مستحيل. هذا الموجود من جهة ما بتستاهل، تستاهل 100 مليون. مين هاي؟ نصوصك، أعمالك حبيبي، أعمالك كلياتها جمال وأناقة وبتشل. يا مين شو بك؟ شو بك يا مين؟ المبلغ كتير كبير، يعني ما بيستاهل. إيه مالش، بيتدبروا وبيستاهلوا. أصلا لازم يكون في بيناتنا شغل. يويو طلع فيني إلي، لا تطلع هيك، هيهم بس طلع هون. بيفهم الأستاذ يامن، يعني كله مفهومية. بدكن شي أنا رح أمشي. عادي. بس يا يويو المبلغ كتير كبير، وأنا وأنت إجينا لحتى نقنع المدام رولا أنه تخفضنا المبلغ، وأنت من شوي قلت لي أنه نحن مو خواريف. يعني شكله ما في نصيب، بلكي إن شاء الله بالأعمال الجاية متفق. رشا اشترينا. ليه سيادة الضابط؟ أهلين فيك. والله أهلا وسهلا يا من أبو محرمين، شرف معك. شو مضطر تطلع مين عم تحكي؟ ولا حرف، تفضل. خير شو في؟ سيد يامن في تهم كثيرة، نصب واحتيال وسرقة أموال عامة، ما شاء الله. شرف معك. بس لأحكي مع أبو منار. أبو منار صار بضيافتنا، شو مفكرين الدنيا سايبة؟ دخيلك يا رب، الله كبير، الله كبير. سيادة الضابط شلون عرفت انه هذا يويو عنه؟ بسبب علاقته مع الفنانة العظيمة. يا فنانتنا خافي على سمعتك، ونتمنى ما تتعاملي مع هيك ناس. يعطيكم العافية. حبو اكيد ورطة اكيد. انا بورجيكي يا رشا، انا بورجيكي. روح الله لي ردك، منيح اللي خلصت منك. شو قلتي؟ منيح اللي خلصت منك؟ ايه اجا دوري بقى، انا اللي بدي خلص منك يا خطافة الرجال. تعالون بتضلي ظالمة الكل. والله لخليك. تجوزنا وطلبنا السترة، كان هدفي العيلي والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. تجوزنا وهدية الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص بخباية وشي مو محسوب. تجوزنا وطلبنا السترة، كان هدفي